بقى نروح مع حضراتكم بقى نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية من مقر جريدة اليوم السابع مع مراسلتنا العزيزة نورهان. طبعا نورهان نصبح عليكي في البداية، صباح الخير، وبقالك فترة مش معانا في 10 الصبح. أنا مبسوطين إن أنت رجعتي مرة تانية، صباح الخير عليكي. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وانا طبعا سعيده جدا انا معاكم، وببقى سعيده دايما لما بكون معاكم. خلينا نقول لكم انه طبعا زي ما عودناكم النهارده هنقول لكم ابرز اخبار الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم في المواقع والصحف، ولكن خلينا قبل ما نروح لاخبارنا نفكركم بابرز مبارياتنا اليوم او المباريات اللي هتقام اليوم، ويعني هتكون مختلفه شويه. هنقول لكم مباريات مختلفه شويه. الدوري الممتاز لكره السيدات كرة القدم للسيدات اللي احنا يعني يمكن بنتمنى في الفترة القادمة دعم كبير من جمهور الكرة بشكل عام في مصر وجمهور النادي الأهلي لأنسات مصر في طبعا تمثيلهم لمنتخب مصر بعيدا كمان عن الدوري المحلي. الساعة 2:30 في الأسبوع الثاني النهاردة كفر سعد هيواجه مركز شباب برجاية، ودلفي هيواجه صيد المحلة، والطيران هيواجه مركز شباب القلعة، والترام هيواجه وادي دجلة، والجونة هتواجه مركز شباب الأميرية، والمعادي واليختي هيواجه فريق البنك الأهلي، والهرم هيواجه مركز شباب أجا. دي كانت طبعا يعني ابرز مباريات اليوم. كمان خلينا نقول انه يمكن كان في الفتره الاخيره على السوشيال ميديا بعض التعليقات اللي ما كانتش يعني بعض وصفها بالتنمر على لاعباتنا ولاعبات منتخب مصر، ولكن كمان على الناحيه الثانيه في دعم كبير جدا من شخصيات عامه كتير وفنانين ويعني اسماء كبيره جدا دعمت منتخب مصر للسيدات. نتمنى ان الدعم ده يستمر وان شاء الله الدوري الممتاز يعني يكمل بصورة منتظمة. نروح بقى لأبرز أخبارنا، والخبر الأول من جريدة اليوم السابع: وزير الرياضة يطلب من اتحاد الكرة تحقيقات منتخب الشباب. طلب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من اتحاد الكرة ومن لجنة تقصي الحقائق يعني إرسال التقرير الأخير للجنة بشأن الحدث طبعا اللي احنا كلنا يمكن تابعناه في الفترة الأخيرة، وهي مشاركة منتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا في تونس أو عدم مشاركتهم وإصابة العديد من اللاعبين وعودتهم بلا مشاركة إلى مصر. الدكتور أشرف صبحي يعني ينتظر طبعا تقرير لجنة تقصي الحقائق، واللي يمكن أبرز علمه إدانة الدكتور وليد منظور طبيب المنتخب في الأيام اللي طبعا سافر فيها المنتخب لتونس بشأن طبعا يعني عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاهتمام الكبير بالتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه كمان التقرير حمل المسؤولية الإدارية لدكتور جمال محمد علي رئيس البعثة، بالإضافة إلى المدير الفني، واللي قال فيها أنه الاثنين ما قدروش يسيطروا بشكل كبير جدا على اللاعبين اللي يعني رغم صغر سنهم. ومن موقع اليوم السابع أيضا: منتخب اليد يواجه اليابان وديا استعدادا للمونديال. يواجه منتخب مصر لكرة اليد اليوم الساعة 6 إن شاء الله نظيره الياباني في مباراة ودية استعدادا لخوض مونديال اليد اللي طبعا بتستضيفه مصر في يناير الجاري، وتحديدا في 13 يناير، واللي هيكون طبعا ده التاريخ اللي هيبدأ بيه منتخبنا أولى مبارياته أمام تشيلي. كمان منتخب مصر هيواجه اليابان تاني وديا بعد بكرة، وده قبل ما يختتم استعداداته بمواجهة البرازيل يوم 8 من نفس الشهر. ومن الرياضية السعودية ونروح لأخبارنا العربية: 48 ساعة تعيد المعيوف والبليهي. ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن اللاعبان عبد الله المعيوف وعلي البليهي هيعودوا خلال 48 ساعة القادمة لصفوف الفريق وتحديدا التدريبات الجماعية للفريق، بعد ما كانوا يعني تم يعني الإعلان على أن هم بيشتكوا من بعض الآلام العضلية. وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن اللاعبين واللاعبان قاموا بالجري حوالين الملعب بتدريبات خفيفة في الأيام الماضية. كمان خلينا نقول ان ده ضمن استعدادات فريق الهلال لمواجهه الباطن يوم الجمعه المقبل عفوا في الجوله 12 من بطوله الدوري السعودي. اما بقى اخبارنا العالميه من سكاي نيوز: كلوب غاضب بشده بعد الهزيمه ويسخر من مانشستر يونايتد.
هزيمة مفاجأة تلقاها طبعا يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أمس على أمام نظيره ساوثهامبتون بهدف دون رد. يمكن طبعا احنا عارفين أنه ليفربول حامل اللقب وكان الخسارة مفاجأة بشكل كبير جدا سواء لجمهور الكرة الإنجليزية أو طبعا عندنا في مصر جميع محبين ومتابعي النجم المصري محمد صلاح. يورجن كلوب في تصريحاته عقب المباراة يعني انتقد أداء لاعبيه بصورة كبيرة جدا في مباراة أمس وقال أن هم لم ينفذوا أو لم يتم تنفيذ التعليمات الفنية اللي منحها المدير الفني للاعبين قبل وأثناء المباراة. كمان يورجن كلوب سخر من مانشستر يونايتد وقال انه بيحصل على ركلات جزاء في اخر سنتين بمعدل كبير جدا وقال انه يمكن بيحصل على ركلات جزاء في سنتين اكتر من 5 سنين قضاهم يورجن كلوب في قياده ليفربول وقال انه طبعا يعني لازال المنافسه في الملعب. كمان خلينا نفكركم ان ليفربول متصدر جدول الدوري الانجليزي برصيد 33 نقطه بعد خوض 17 مباراه ويليه مانشستر يونايتد بنفس عدد النقاط 33 نقطة ولكن بعد ما خاض 16 مباراة. ومن موقع روسيا اليوم إنجز يعلق على بكاء مدربه بعد الإطاحة بليفربول. علق اللاعب داني إنجز لاعب ساوثهامبتون وصاحب الهدف الوحيد مساء في المباراة اللي أقيمت طبعا زي ما قلنا لكم مساء أمس في إطار الجولة 17 من بطولة الدوري الإنجليزي وقال إنه حماس المدير الفني رالف هازنهوتل يعني كان خلف الملعب خلف يعني على الخط هو اللي كان السبب في تحقيق هذا الفوز. ومن جانبه قال هازنهوتل إنه الأداء الدفاعي للاعبيه هو اللي قدر يحقق بيه الثلاث نقاط على حساب يورجن كلوب. وأخيرا من روسيا اليوم أيضا بخلاف ما قام به ميسي مع ميسي رد فعل غير متوقع لبيليه بعد تخطي رونالدو رقمه القياسي. فاجأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه محبيه ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بتعديل عبارة عبر حسابه الشخصي على انستجرام وذكر فيها وقال أنه أفضل هداف في كل العصور برصيد 1283 هدف وده يمكن يعني ما كانش مر 24 ساعة على تخطي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للرقم القياسي للأسطورة البرازيلية بيليه برصيد 758 هدف في لحد احتل المركز الثاني ويتراجع بليه ب 757 هدف الى المركز الثالث. يمكن كان ميسي بعد ما تخطى بليه في العام الماضي بليه هنأه وشكره وده اللي يمكن روسيا اليوم يعني سلطت الضوء عليه انه اداء يعني بليه ما كانش بنفس القدر مع رونالدو زي ما شكر وهنأ ميسي على يعني تخطيه لرقمه القياسي. كمان خلينا نفكركم انه الرقم القياسي لبليه 1283 هدف ده في جميع المباريات ولكن رونالدو تخطى بليه ب 758 هدف في المباريات الرسمية. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. وإحنا كمان نشكرك جدا أنا وكريم يا نورهان وإن شاء الله نشوفك قريب بإذن الله. شكرا لك.